مباراة النادي الأفريقي أمام فريق بهار دار الإثيوبي مباراة إياب الدور التمهيدي التاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي تشاهد معنا المباراة مالك فضل لضغط بزاف وشراب قناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب استاد أولمبي الحماد العقرب ببيراطيس بي توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات أما القنوات الناقدة المباراة قناة الوطني الوحيد الناقية الحصري للمباراة الناس ما يكون فرشو لا تنسوا دعم النبي وكشرا بقناة وتفعيل خاص تتزعف لكل اللي كيتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة وفرقكم المفضل بالأخص ونضرب لكم موعد في موعد قادم